صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من فعل نوح عليه السلام في دعائه على الكفار جواز الدعاء على الدول الكافرة اليوم بأن يزيدهم الله ضلالا؟ نعم، ندعو على الكفار عموما، على الكفار وعلى الظالمين عموما، فالدعاء على سبيل العموم لا بأس، أما تخصيص شخص منهم فلا، لا يخصص إلا إذا حصل منه ظلم واضح يدعى عليه. نعم.